لا انت بتعرف ان اخوك بيحبها. شو ما ابي وبيعرف انه بتحبني؟ لك انت شو وصلك؟ لك شو وصلك انت؟ تفضل لا تزعج حالك كرمالي لا تنقهر. تعال. أنا عجزت عن هالولد. رفعت الأربعة وفوت أمري إلى الله فيه. بس ما بيصير تقول هيك أبو نورس، والله أولادنا كلهم مناح. ابنك خالص يا وداد مجنون. قضينا عمرنا بنضحك على حالنا بنضحك عليه ونقول جبان وضعيف ومكركب، بس القصة تجاوزت حدها. طيب طول بالك، هلا ارتاح لك شوي ولما بتقوم بنرجع بنكمل حديثنا. بتعرفي انه اليوم خفت منه؟ شلون؟ ما خفت منه على حالي، خفت منه على عيلي لانه واحد مأذي. طيب ارتاح ارتاح وان شاء الله ما بيصير غير اللي بدك اياه. انا بغطيك يلا. نورس نورس مي لك يا واطي، انت واحد واطي. لك شو بدي؟ شو بني؟ لا تعلي صوتك، ضليت اكثر من ساعه لحتى نام ابو، مشان هيك بتوطي لصوتك، عم تفهم ولا لا؟ شوفي لك الي دهر مع ابوك، كل حياتي ما شفته بهي الحاله، كله بسببك. شو انا شو عملت؟ شو عملت؟ لك انت واحد ندل، لك ندل وجبان كمان. لك ما لقيت غير هند. لك معقول ما لقيت غير هند؟ والله ما 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 قعدت مقمق وتتحلف وتكذب، بعرفك كذاب. شبكهم؟ وانت كمان ولا، اذا بتزعج ابوك مره ثانيه رح ارجع ربيك من جديد. مره ثانيه؟ ليش انت كانت المره الاولى؟ اسمع انت وياه من هون ورايح ما بتزعجوا ابوك، مهموم لفوق راسه المشاكل، مفهوم كلامي ولا لا؟ لك امي الله وكيلك لو ما كنت متوتر انا ما بحكي معه هيك، صدقيني. ومن شو متوتر يا بعدي؟ لك مصيبه مصيبه مصيبه. شو هي؟ لك مصيبه شو؟ لا هن بالوظيفه في واحد خاين ومعتقل قرروا يرجعوا على الوظيفه. خاين ومعتقل؟ هي. ورجعوا؟ لك شو عم يخبسها؟ شو بيعرفني؟ لك يا جماعه فهموني، عم قلكم خاين ومعتقل طلع من شي ست شهور قرروا يرجعوا معي وبالخصم نفسه. اسمعوا لاحيت لا تفوتنا بالحيط، شي بتقول معتقل، شي بتقول خاين، شي بتقول معارض، فهمنا. ما هي نفسها يا زكي، نفسها نفسها نفسها. ليش هلا يعني انت حضرتك بتعتبر انه المعارض ولا لحظة شوي، انت قلت انه طلع من ست شهور؟ ايه ايه اخي من ست شهور. شو اسمه؟ والله ماني متذكر اسمه. يمكن من بيت. لك هلا انا جاي احكي من شان ابوكم، قلبتوا لي اياها طيخ وبطيخ، شو بكون؟ لحظة ماما شوي، شو اسمه؟ ماني متذكر لك أخي، ماني متذكر. يمكن من بيت الحسن، بيت الحسن. أبو زياد؟ أيوة أبو زياد. بعدين أخي هذا ممكن بتلاقي اسم حركي لإله. بعدين تعالوا، أنت من وين بتعرفه لأبو زياد؟ لا هي لا لا هو لا لا أبوها لا وحدة رفيقتي. ومين رفيقتك؟ هيلي. انت منين تعرف هيلي؟ لك اخوك نورس بيعرف كل شيء بهذا البيت. تعالوا تعالوا. لا تقول لي هذا ابوها لهيلي. ايه ابوها لهيلي. قولي شبك جنيه؟ لك قولي يا خرب بيتك. شو بك؟ يا خرب بيتك. لك بسم الله عليه جن الولد، عن جد مثل ما قال ابوك هذا واحد مجنون ما ضل براسه عقل. ماما ليش كنت عم تبهليني قبل شوي؟ انا شو عامل مع البابا؟ شو عامل مع البابا؟ انا اللي لازم اسالك. مو مشان قصة الدخان؟ لا مو مشان قصة البطيخ، هاي بيعرفها من السنة الماضية. فكر. هلا هي صور للموقع تصفحهم. شوف كيف ممكن نعمل ديكور. هذا الحكي اللي أنا بدي إياه. تمام. شوف لي بعدها. أبو غسان شبك كأنك مو على بعضك. يعني لا تقول لي لساتك عم تفكر بقصة أبو زياد وخايف منه. ها ليش في غيره؟ يا أبو غسان الدولة بتعرف مين اللي معها ومين اللي عليها، أنت صفحتك بيضة من شو خايف؟ رضوان المشكلة أخي جمال هذا الدب. لك
لك حامل بنته وهيك النار بدها تحرق العالم اللي فيها. انت عم تكبرها، انت عم تكبرها، القصة كتير ابسط من هيك. شبه لا سيدي ما ابسط من هيك، لانه هذا ابو زياد مسيطر على عقله، عم يحشي براسه الشغلات السوداء تبعه. بدنا نلاقي طريقة نطيره لهذا البطيخ ابو زياد من وشه لاخوك. ايدي بزنارك يا رضوان. اسمع لك، لما كنت اشتغل بالمطعم كان في واحد خواجة وايده واصلة كتير، كنت دائما دلله وهو يحبني. ايه منلاقي له تهمة لابو زياد ومنخلي صاحبنا يغمق له. او شو هي التهمة هي؟ ما بعرف. حشيش؟ شو؟ حشيش؟ حشيش؟ لك ايه شبك؟ بنزق له قية حشيش، منخبر عنه ونسجنه، خلص طم السيرة. طيب كيف بدنا نزق له هي قية الحشيش؟ اي ما بعرفها، بدك تساعدني فيها. لا 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 حبيبي لا، اطلع من راسي عمي رضوان، انا ماني قد الفوتات. لك نورس شبك، شبك خفت، شو عم اقول لك؟ خدهم بايدك انت وصلهم. لا 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 مستحيل رضوان، شوف لك شي قصة تانية. ما بتزبط، ما في قدامنا غير هاي القصة اللي هي قصة الحشيش، بس نشوف طريقة كيف نفوته اللي عنده على البيت. ما لنا غير أخوك جمال. بس جمال وهيلين تاركين بعض. بس في مرة، شو في مرة؟ هي شغلة عادية هيك يعني. لك احكي وانا بقرر. كان في كم كتاب عند اخي جمال مستعيره من ابو زياد، وابو زياد قال له بدي اياهم. ايه طلب مني وصل له اياهم على الدوام، ام انا رفضت، قلت له لا بعدني عنه، انا مرحبا ما بقول له. حلو التقيت. شو هي اللي التقيت؟ لك هي دقيقة تاخذ الكتب تعطي اياهم، بتقول له هدول من اخي وترك الباقي علي. يا عمي رضوان لا، بكره ابو زياد بيروح بيقول لهم انه نورس عطاني الكيس اللي فيه الحشيش. لا 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 هيك انا بطب الحشيش. شلونك؟ اهلين. شو اخبار ابو زياد صاحبك؟ ليش السؤال؟ ليش مهتم بالموضوع؟ لا 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 ماني مهتم بالموضوع، بس يعني بعرف انه حبيبك وصاحبك. لا تطمن عليك، ان شاء الله بتحبك الحرمة. وهي اخي لك نبيتو ارهر ورق هالعمر، ورقة ورا ورقة، واللي انكتب بالبحر عم نسرقه سرقة. يا امبارح اللي